الإمام محمد علي أفضل الصلاة والسلام، السيد آمن للإمام، السيد آمن المحترم رشيد الحموي، السيد مدير وزارة التربية الوطنية والتعليم الحقوقي والرياضة، السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية، أيها الحضور الكريم، باعتبار أن كون التعليم شأنا مجتمعيا يستلزم بالضرورة انخراط العديد من الأطراف المعنية لا سيما جمعيات المجتمع المدني باعتبارها طرفا معنيا مشاركا في استراتيجية منظومة التعليم. واستفيدا من مقتضيات القانون الإيقاف بحدود 2017 الذي تنص على ضرورة التعليم المجتمعية من أجل الرقي بالمنظومة وإيمانا للجمعية بكل مكوناتها وأعضائها لأن خدمة المدرسة من خدمة الوطن وأن التعليم هو رافعة التنمية للبلاد. فقد سعت الجمعية إلى إبداء الشأن التعليمي الاهتمام الكبير من خلال الانخراط في مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تروم المساهمة في تطوير وتجويد التعليم في الإقليم وتمكين أبناء الإقليم المتفوقين والذين ينحدرون من فرصات معوجة من استمرارية في مسار دراسي سواء في التعليم المدرسي أو بعد الحصول على شهادة البكالوريا وفي مدارس عليا. وفي هذا الإطار ومن خلال شراكات مع جمعيات ومعاهد عليا فقد ساعدت الجمعية ما يزيد على 50 تلميذ متفوق في الإقليم وينحدر من فرصات معوجة أو ذات الدخل المحدود للالتحاق بالجامعة والمتوسطية. كما ساهمت الجمعية أيضا بشراكة مع العمالة والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين وشركاء آخرين من تنظيم تكوينات مجموعة من الطلبة من أجل تأهيلهم لإجراء مباريات ودروس السوق الشغل خاصة في مجال التعليم. دون أن ننسى أيضا مساهمة الجمعية في تقوية مجموعة من التلاميذ المتفوقين بالإقليم خلال السنوات الدراسية الأخيرة. أيها الحضور الكريم، إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الاستثمار الأفضل والدائم والمنتج، ومن هذا المنطلق ترى الجمعية بأن نحو التوجيه هي الجملة الأساسية في هذا الاستثمار، وعليه فقد انخرطت الجمعية في هذا المشروع النموذجي، ونالت شرف تنزيل هذه الاتفاقية للعام الثاني على التوالي. وبالمناسبة لا بد من تقديم كل آية الشكر والتقدير للسيد العالم على ثقته في الجمعية وتمكينها في تدبير هذا المشروع الذي تهدف من ورائه تمكين أبناء الإقليم من كل الأدوات التي تساعده من التعرف على مسارات واختيارات دراسية وتمكنهم من بناء مشاريعهم الشخصية ودعمهم كذلك على تجاوز مجموعة من التعثرات التي تراكمت لديهم والتي حالت دون تحقيق النجاح الدراسي. أيها الحضور الكريم، إن دور الجمعية في مجال التوجيه من خلال هذا المشروع لا يكون محل العمل التخصيصي للأطروف التوجيه بالإقليم، فنحن نعرف جميعا ما تقوم به هذه الفئة من مجهودات جبارة سواء على مستوى الإعلام أو الاستشارة أو الدعم النفسي لفائدة أبناء الإقليم. وعليه فالجمعية في إطار دوره التكميلي تنسق مع المديرية الإقليمية في شخص مديرها الإقليمي والسيد رئيس مصلحة التطوير المؤسسات التعليمية والتوجيه اللذان نشكرهم جزيل الشكر على انخراطهما المشروع والكبير في تنزيل هذه الاتفاقية. كما نشكر بالمناسبة أيضا السادة مدير المؤسسات التعليمية ورؤساء جمعيات الآباء والأبناء التلاميذ على مساعدتهم الكبيرة في تنزيل هذه الاتفاقية، دون أن ننسى باقي الفاعلين من الأساتذة والآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ. كما لا تفوت من الإشارة كذلك إلى أن دور الجمعية في هذا المشروع لا يقتصر فقط في تنظيم هذا المنتدى، بل يتعدى ذلك في تنظيم دورات تكوينية لفائدة كل الفاعلين التربويين، إضافة إلى تمكين التلاميذ من التنقل لحضور فعاليات الأبواب مفتوحة لمجموعة من المدارس والمعاهد من تراب هذا الوطن العزيز. دون أن ننسى بأن الأنشطة ذات البعد الاجتماعي والتقليدي، ف
فالشكر لكم مره اخرى سيدي العالم على ثقتكم الكبيره في الجمعيه، والشكر للسيد المدير الاقليمي ولفريقه للمديريه الاقليميه، وشكرا لكم من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذا العمل الجبار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.